واتس اون ام تي في ولمحه عن اجمل البرامج اللي انتم عم تحضروها على شاشتنا. خلينا نبدا مع محبي المسلسلات الدراميه وتحديدا المسلسل اللبناني مثل القمر مع مجموعه من ابرز نجوم الشاشه اللبنانيه منهم بنشوفهم لاول مره وحبيناهم كثير وكمان ممثلين بنعرفهم من سنوات طويله. قصه قمر وجهاد مستمره، حبوا بعض وتزوجوا وكل بساطه ما كان بدهم الا يعيشوا سوا باجواء سعيده، ولكن وكانه ما حدا بهالقصر بدهم اياهم يبقوا سوا وبالاخص ريموندا اللي مش طايقه قمر ابدا. امبارح على كل بفقره وول اوف فيم كانت ضيفتنا الممثله كاتيا كعدي وخبرتنا عن دور ريموندا اللي عم تاديه بشكل كثير حلو، وبالحلقه القادمه رح نشوف كيف ريموندا بتطلب من زوجها سعيد حتى يتخلص من قمر. خلينا نشوف هالمشهد. شباب معك حق، شباب بيزعلوا بيطردوا لابد ما يرجعوا يجتمعوا. ما بظن يا جدي، هيك احساسي بيقول لي، مع انه جهاد بيك بحبها لقمر وبيخاف عليها كمان. ليه بتحكي هالحكي؟ سليم انت هون؟ جبت لكم الاكل مثل ما قمر اساس جهاد. ما عرفت مين اللي قوص عليك؟ صراحة لا، بس الشرطة بعدها عم تحقق. سليم ما بتخاف يرجعوا يعيدوها؟ معقول؟ ليك كيف خفت؟ لا ما خفت. كمان الممثل سامي بو حمدان كان ضيفنا امبارح بفقرة رايزنج ستار وخبرنا عن دوره بهالمسلسل وعن المفاجأة اللي تلقاها لما شاف انه هالعمل بالفعل عم بحقق هالقد نجاح، ولكن كلنا توقعنا هالنجاح من البداية. خلينا هلا ننتقل لسهرة الأحد الليلة الساعة 7 المساء، انتم على موعد مشاهدينا مع حلقة جديدة من تحقيق برفقة الزميلي كلود أبو ناظر هندي، واليوم موضوع الحلقة هو آخر الاكتشافات حول النصران والمعدة. خلينا نشوف سوا هالمشهد. هو التواصل المستمر والحوار الغير منقطع بين المصران والدماغ بالرأس، لدرجة أنه العلماء أطلقوا عليه اسم الدماغ السفلي، وما يجري من علاقة بين الدماغين هو بقلب انشغالات الباحثين. نحن كالعادة أردنا الغوص بهذا العالم يلي بهم كل الناس، وكان إلنا عدة تساؤلات. للأجوبة على تساؤلاتنا فريق تحقيق توجه إلى أخصائيين محترفين. بلبنان البروفيسور ريمون صايغ رئيس قسم الجهاز الهضمي بمستشفى أوتيل ديو، والدكتورة نيكول صايغ الأستاذة بجامعة القديس يوسف بيروت. فريق تحقيق توجه إلى باريس وتحديداً إلى مركز بيلاج للأبحاث بالعلوم الغذائية، وقابلنا فيه الأخصائيين ولا سيما دكتور ديدييه شوز، وهو الطبيب الأخصائي بالغذاء وصاحب عدة كتب بالتغذية. رح ناخد بريك قصير هلا مشاهدينا، ومن بعده بنرجع للمطبخ. الكريب صارت جاهزة بكل مقاديرها الطيبة والريحة بتشهي، رح ندوق بعد هالبريك، خليكن معنا.